السلام عليكم. موقع اسمه انسر ذا بابليك، او جاوب الجماهير او جاوب الناس. اكتب اي موضوع انت بتفكر فيه وهو يقول لك الناس بتسأل عن ايه. يعني خلينا نختار مثلا حاجة زي ايجيبت، تمام؟ طيب انت عايز اي بلد اللي بتكون بتسأل؟ ممكن مثلا يونايتد كينجدوم، تمام؟ هو انجليش سيرش، وبرضه مش العربي كويس، بس هو يعني الانجليزي بيكون ادق. فدي الاسئله. مثلا في ناس بتسال على المسافات مثلا، تمام؟ في ناس بيسال ايجيبت وزاوت فيزا، بخش مصر من غير فيزا ولا لا؟ ممكن نروح مثلا مصر وما يكونش معايا مرشد سياحي، تمام؟ في ناس بتسال عن النيل، مصرفة النيل، لو معك أطفال، سياحة، سفر مع العائلة. فدي كلها أسئلة. والناس مثلا بتسأل مصر ويابا من أي بلد من البلاد. فتقدر تشوف كل الحاجات ديت. أي واحدة من دول مثلا ممكن تدوس عليها، يبدأ يفتح لك محرك البحث الخاص بيها عن الحاجة ديت. الناس كده بتسأل عن تكلفة الحياة، فدي ممكن لو أنت مهتم بالحاجات دي تقدر أنت تعمل أسئلة كتيرة عن الموضوع دوت. في ناس بيقارنوا مثلا بين مصر والسودان، مصر وسوريا، مصر والأردن، تمام؟ تقدر انت تبص على المقارنات، تقدر تجيب لك افكار للمدونات او فيديوهات ممكن انت تشتغل عليها. الناس بتسأل عن افكار عشان اعمل محتوى، ده الموقع ده كويس قوي عشان يوردلك افكار.